ندى لسانس أثار. عرفت الفكرة هنا عن طريق السوشيال ميديا أو عن طريق الفيسبوك. أخدت على التعب عشان بس الحاجة دي أنا حبيتها، الفيلد ده أنا فعلا بعمل الأكل وأنا مبسوطة. إحنا هنعمل دلوقتي حاجة اسمها لوفا برجر، ده ساندويتش أو آيتم مميز جدا عندنا، إحنا لسه عاملينه وعاجب الناس جدا. عبارة عن الكايزر العادي، يبقى الدريسنج بتاعه شيلي صوص، أوكي الشيلي صوص سنة بسيطة مش كتير، بيبقى دبل برجر، كل برجراية عليها دبل شير، الجبنة بتاعتنا ريد شيبر، بلس إن البرجر بتاعي هوم ميد بجد ومش كلام، إحنا بنعمله في البيت، بيبقى بس بنحط عليه ملح وفلفل، مش بنحط عليه صويا، مش بنحط عليه خضار ولا أي حاجة. يبقى ساندويتش عبارة زي ما قلت كده دبل برجر، كل برجراية عليها دبل شير، وفوق بنحط صوص جبنة ريد شيبر برضو إحنا عاملينها في البيت، بنحط عليها فوق الجبنة ده اللي هو البيف شيلي، عبارة عن إيه؟ طماطم، لحمة مفرومة وسنة شيلي صوص، بنحطها على الساندويتش، وبعد كده بنفتح الساندويتش من فوق فتحة زي اللافا أو زي البركان، بنحط فيها من فوق برضو صوص الجبنة الثاني إكسترا تشيز. فبيبقى الساندويتش عبارة من على الجناب فعلا زي اللافا كده، الجبنة سايحة من على الجناب، بيبقى شكله تيستي جدا والناس بيعجبها الساندويتش ده جدا وبيعجبها التيست بتاعه قوي. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.